مرحبا بكم شيوات ماما. اليوم حندير لكم كيكة عيد ميلاد بالشوكولاتة. راح نديرها بمناسبة عيد ميلاد ابني حيغلق عام. ربي يحفظ ان شاء الله، يحفظ لكم جميع ولادكم ويرزق جميع المؤمنين بذرية صالحة. نبداو بسم الله. دونك هاد الكيكة فيها ثلاث مراحل. دابا نطيبو الكاتو، عندنا الكريمة بالشوكولاتة والتزيين في الاخر. باش ما نطولش عليكم، انا طيب ديجا الكيكة تاعي. دونك هادي فاش نحب انا هاد الوصفه هادي، يعني ما نحب نديرش جينواز، انا ندير موالو شوكولا باش تجي فريمون كاتو طري 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 دوب في الفم. دونك هنا مع موالو شوكولا بلا ما تحقوا ديروا ان سيرو، تقدروا ديروا شويه فقط، يعني اللي كنت تقدروا تستغناو عنه. نوريها لكم، شوفوا شحال تجي طريه شابه. دونك هنا تقدروا ديروا ان كاطو كبير وتقطعوه، تقدروا ديروا كيما انا، يعني طيبوهم واحد، يعني طيبت اربعه وحده بوحده باش الكاطو تاعكم يجيكم شباب. دونك هنا انا ضاعفت المقادير. دونك الوصفه اللي حنحطها لكم يعني اسفل الفيديو في الرابط، انا المقادير تاعها ضاعفتها. دربت 10 حبات بيض مع 240 غرام سكر سكريستاليزي، دربتهم، زدت لهم 200 غرام فارينة و 18 غرام خميرة كيميائية. ضربت كلش، وكنت من جهة أخرى كنت دوبت 340 غرام تاع الزبدة و 360 غرام تاع الشوكولاتة السوداء، دوبتهم وستهم هذاك الخليط. دونك طيبتهم على 180 درجة، طيبت كل وحدة طيبتها بحوالي 12 دقيقة، ولا يعني ولا بات اللي قعدت لي كمل. درت بهم هكا دي بتي كور فوالا دي موالو شوكولا بتي كور، دوك زيد لهم فوقها شويه شوكولاته من الفوق فوالا. دونك هذه بالنسبه للمرحله الاولى تاع الكيكه، فوالا نحطوها على جنب. هنا واش حنديروا؟ راح نديروا الكريمه تاعنا. دونك هنا واش نسحقوا 3 علب تاع كريمه، دونك كريم فريش لا كريم ليكيد، كريمه طازجه ولا كريمه سائله. انا درت 60 مليلتر تاع لا كريم، واستعملت زوج شوكولاته هكذا. خيرت براليني، تقدروا تخيروا لين الذوق اللي تحبوه. دونك واش درت؟ شوكولاته سكرفجتها باش نقول لكم شحال، درت حوالي 320 غرام. دونك سكرفجتها كامل، سخنت في حمام مائي، سخنت مليح هذيك الكريمه تاعي، سخنت مليح فرغتها فوق الشوكولاتة وخلطت بلا عقل. دونك هاوليك واش تحصلوا على هاد القوام. ومن بعد واش حندير؟ حنزيد لها زبدة باش تشد روحها مليح. دونك انا ما نحبش كريمة الزبدة، بصح هنايا ما نحش يعني الكمية تاع الزبدة ماشي بزاف، دونك ما نحسولهاش كي ناكلوها. حندير نص بلاكة، يعني حوالي شوية اكثر من نص بلاكة، حوالي 150 غرام. نقطعوها ان بوتي كوب، نزيدوها لداخل بسم الله، نزيدوها بالعقل. لازم الشوكولاتة تاعكم لا كريم تكون شويه سخونه، نخلوها تذوب. دونك نحركوها كامل حتى نخلوها تذوب. دونك انا نكمل نحركها، نحطها في الثلاجه تبرد ونعاود لكم ان شاء الله. اذا هنا بعد ما حطيت الكريمه تاعي تاع الشوكولاته تبرد في الثلاجه، راح نمر مرحله التزيين. دونك انا حنزين الكاتو تاعي، حنزينو بعجينه اللوز. كاين بزاف اللي يزينو بعجينه السكر، سي فري كو يعني النتيجه تخرج شابه بزاف، كاين بزاف الالوان بزاف الاشكال، ولكن يعني نفضل عجينه اللوز باش نقدروا ناكلوها. دونك هنا دونك كاين في المقادير كاين بزاف يديروا 50% طون كيلا سكر مع سكر ناعم مع كيلا لوز. انا درت كيلا تاع سكر ناعم مع زوج كيلا تاع اللوز، فوالا حبيتها تجي بنينه. واش حندير؟ كاين يطموها، دونك تقدروا تطموها ببيض البيض. انا فضلت نطمها بالماء ورد، نحب ريحه الماء ورد، نطميتها بماء ورد. هاي ليك كيفاش تجي. كاش نهار جا ندير لكم غير وصفه كامله. وبديت التزيين، دونك وليدي عنده كان دود زرق، حبيت ندير له واحد كيما هو.
دونك هنا كيفاش تخدموا هاد الدوب تاعكم؟ دونك واش ديروا؟ توزنوا. دونك اول حاجه نديروا، انا استعملت ملون غذائي ازرق، دونك درت شويه برك في كامل العجينه، وباش تجيكم كاين ملون تجيكم كامل العجينه حلوها هكذا بيدكم، دونك حلوها فريمون هكا فوق لو بلون طراباي، حلوها مليح وخلطوها مليح. دونك درت شويه في كامل العجينه وخديت شويه عجينه، درتها درت كثرت شويه باش يجي يعني حامق. واش ديروا؟ تحكموا هنا توزنوا، دونك باش تخدموا الجسم تاعو ديروا 85 غرام، دونك 85 غرام تاع العجينه، ودو ديروا كريه، دونك ديروها يعني ديروا دويره هكذا، وتسيو تسقموها على شكل اجاسه هايليك جوني بوار. هذا هو الجسم تاعو. دونك شحال نديروا؟ ديروا ثقبه هنايا باش نديروا السره تاعو. اب فوالا، نمروا الى راسو. دونك هاوليك، دونك تحكموا هنا توزنوا العجينه، توزنوا 55 غرام. فوالا دونك هذه 85 غرام الجسم و55 غرام الراس تاعو. 55 غرام تكوروه مليح ديروا اون بول شابه مدوره مليح. دونك واش حديروا؟ تحكموا عجينه بيضاء هكذا، هاد اللي مدوره تحبزوها شويه وتديروها له هنا باش نديروا له لو ميزو تاعو فمو. نعاودوا نحكموا نفس العجينه يعني اللون الازرق، ديروا دويره صغيره ولصقوها فوقو هكذا. دونك الاذن كيف نحكموا زوج عجينات، دونك لون ازرق غامق نحبطوهم ونديروا فوقهم عجينه اصغر منهم بيضاء ونلصقوهم منا ومنا. واش مليح مع عجينه اللوز ما نسحقوش يعني غير غذائي ولا نزقنو نلصقو مباشره، هاكا يجينا الراس. دونك واش قعدنا في الراس؟ قعدنا العينين. دونك ها نحكي على كيودون العينين، ولا هنا دابور نحلو له هنا باش على فمو هكذا، وهنا نديرو جوج تقابيل العينين. لا ماشي بهذا، بهذايا. الا ما عندكمش الادوات ما عنديش، استعملوا واش عندكم في الدار، كيودون ولا موس ولا واش عندكم. دونك غنديروا الثقبه من كل جهه هكذا، ابدا يولي يبان دودو. واش درت؟ حكمت العجينه، درت زوج كريات صغار. ها تقدروا ديروا شوكولاته الا عندكم دي بيبي دو شوكولا، انا ما عنديش، استعملت العجينه ودرتها في كاكاو. فوالا دونك مي داك واحد لازم يفكر كيما عندكم شي حاجه في الدار وحطوها له في عينيه لصقوها. نعاود نسيل لصقها. نحبسو شويه حيت نديرو روح واجب وغير بالله، نديرو نعبزو هنا شويه. فوالا هاو مشنف. دونك هادي بالنسبه للراس تاع الدوب تاعنا، دونك الجسم سي بون وراس تندرناه. دونك واش حندير باش نلصق الجسم مع الراس؟ دونك احكمو ان كوردون، ولا ما عندكمش كيما انا ما كاش عندي، حكمت يعني واسمو مطرق تاع الشوا، دونك تقطعوه منا هنا ندخلوه داخل الجسم. شوف تبعوني مليح، ندخلوه شويه خارج. وشنو كيكون الاطفال ياكلوه بالك نتوما نحوا هاد لو كوردون، باش ندخلوه ما تخلوهمش وما ينحوه. ونلصق الراس مع الجسم، فوالا نعبزوه شويه باش يبان سمين هكذا، هاو بدا يبان. دونك هنا اليدين والرجلين. الوغ قلنا الجسم 85 غرام تاع 85 غرام، الراس 55 غرام، هنا نديرو 10 غرامات باش نديرو الرجلين. دونك حكمو 10 غرامات ديروهم بهذا الشكل، دونك دوروهم هكذا بهذا الشكل. حكمو دويره تاع العجينه البيضاء لصقوها من التحت، هادو رجلين. اليدين راح نديرو كل يد فيها 7 غرامات تاع العجينه، وزنوها. وإلا ما عندكمش ميزان ديروا يعني عينكم يا ميزانكم معليش. دونك هنا ثاني ندوروهم هكذا، دونك حنسيي لصقهم. دونك باش لصقوهم
دونك رجلين لصقوهم هكذا، لازم يلصقو مع نابزهم باللور هكذا باش يلصقو، لازم يكونو لاصقين مع الجسم. نزيد الجهة الأخرى، هكذا. تقدروا بيان سور تبدلو في الألوان، ما يعني تكون طفلة ديرو واحد غوز. فوالا، واليدين، قبل ما نلصق اليدين، ألوغ نديرلهم هنا، فوالا، نديرلهم كشما كان، صبعات تسبعو، هنا كيف كيف، فوالا. نحكم دودو تاعي ويدو، نديرها هاكا ندورها شوية ونلصقها من الفوق. كيف كيف الجهة الأخرى نلصقها من الفوق ونخليها تحبط على رجليه. فوالا دودو تاعنا، هاوليك الدبدوب تاعنا، يضحك الدبدوب. فوالا دونك هنا هذا حنديرو من فوق كامل، فوق اللي قدام الشمعة، فوق الكيكة، الكيكة تاعي. دونك هادي يعني بلا ما نبدا نوري لكم بعدا، هادي جو لا بلاتيا، دونك نحبطها بيان بيان، نحلها بيان، ندورها نديرها دويره وحنحطها فوق الكاطو تاعي. اذا كان فضلت لي شويه، اذا كان قعدت لي شويه لوز، قعدت لي عجينه اللوز، حندير لها نزيد لها شويه ملون ازرق وندير لها اشكال، بالك ندير لها دبدوب هدايا. ديروا لها واش تحبوا نتوما اشكال، كاين دي بان اوسي. دونك نشوف سا ديبان شحال تقعد لي العجينه، كي تقعد لي ندير لها اشكال ونسيل نلصقهم باش نكمل نزين بهم. فوالا دونك هاي دارت له يدو، اوب نحاولوا نلصقوها له. دونك نروح ندير لو مونتاج ونوري لكم ان شاء الله. هنا ما راهو مرحله تاع المونتاج، دونك نبداو بسم الله. اول حاجه وين تحطوا الكعك تاعكم، انا حطيت برقه تحتها باش نشبح بها. وشنو درت الالومنيوم باش يعني باش ما نقيش الباتو تاعي من الاخر، نحيه برك. قلت لكم تقدروا ما ديروش كامل نسيغو، يعني المولو تجي طري وحده. انا حندير في نارمو، حندير كمان كميه قليله فقط، شي تشمخ شويه. دونك هاولي كيما قلت لكم سيغو درتو بزوج كيلات تاع الماء مع كيله تاع السكر، تغلوه لمده 5 دقائق وتخلوه يبرد. بسم الله. شويه بارتو هكذا، نبداو نديرو ديك الكريمة هاديك كخيم كفاش ولدات، دوك نبداو نديرو فيها بسم الله من طبقات. نشيوها، هنزيد شوية، دونك نديرو طبقة فوق الأخرى، نروح الطبقة الثانية. وهكا عملية سهلة، يعني خير من نقطعو الكاتو كي درنا طبقة فوق الأخرى طايبين وحدهم، نعاودو نفس العملية. دونك أنا هنا كيما الطبقة تاعي كامل نديرلكم إن شاء الله. فوالا وأخيرا هاديك الكاتو تاعنا راهو واجد. دونك كي كملت الطبقة تاعي كامل درت فيهم الكريمة، دونك غطيتها، حليت لاباط داموند يعني عجينة اللوز، غطيت الكاتو تاعي. دونك العجينة اللي قعدت لي زدت لها الكولورون زرق، وكدرت كملت كتبت امير، ودرت دونك درت هاد لي بيتي دودو، هادو ما هاد نونورس، تاع دي نونورس، وهاد لي بالون صغار، هاد لي بالون هنايا. فوالا
دونك هنا باش تحكموا البدو بتاعكم باش تحكموا في الكيكه، دونك درت له داخل ديروا سوا ان كور دون سوا كيما قلت لكم البارح تاع دونك هذوك الطريق تاع الشوا، دونك ديروه باش يلصق لكم ما يقدرش يطيح هكذا ولا لاصق. زدت شويه كلكو دونك بوجي، درت شويه شمعات تاع دي بالون، يعني درت كلش درت لو تيم تاع لي بالون لي نونورس. فوالا ان شاء الله يكون عجبكم الكادو تاعنا. هاوليك ندوروها لكم شوفوه. دونك بالك ما يكونش بارفي كيما تاع اللي كي تشوف لا باتيسري، بصح يعني الام تكون دارتو افيك تو سون امور، وهذا هو واش يفرح يعني الصغير تاعها. فوالا هاوليك نقربه لكم شوفوا باش تشوفوا مليح. فوالا ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم. الى عجبتكم ما تنساوش ديروا لي جيم للفيديو، اشتركوا في قناه شيوات ماما فيسبوك يوتيوب تويتر. قولكم شهيه طيبه ومع السلامه.